السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة التي نخصصها لمناقشة قرار المؤتمر الوطني العام الالتحاق بجولة الحوار السياسي في جنيف والأسماء التي رشحتها الأطراف لشغل المناصب في حكومة الوحدة القادمة. فما هي حيثيات عودة المؤتمر للمشاركة في الحوار وتفويضه لعوض عبد الصادق مهمة قيادة فريقه المفاوض؟ وما هي الأسماء التي رشحتها الأطراف لشغل مناصب في حكومة الوحدة القادمة؟ وما مدى قابلية تطبيق أجندة ليون بشأن الاتفاق السياسي النهائي في ظل التحديات المطروحة؟ نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر سكايب مستشار فريق الحوار بالمؤتمر أشرف الشح، وعبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. وأرحب بكم جميعا وأدعوكم والسادة المشاهدين لمتابعة تقرير حول موضوع الحلقة ومن ثم نبدأ النقاش. قرر المؤتمر الوطني العام المشاركة في الحوار السياسي المرتقب الخميس والجمعة بجنيف. عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي أكد أن المؤتمر فوض للنائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبد الصادق رئاسة وتشكيل فريق الحوار الذي من المنتظر أن يسافر الخميس إلى سويسرا للالتحاق بالوفود المشاركة. وأوضح البغدادي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اختيار عبد الصادق لهذه المهمة جاء إثر حصوله على 44 صوتا من أصل 80، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد لفريق الحوار بوسعه تشكيل فريق جديد بالكامل أو الاستعانة بخدمات الأعضاء الذين لم يقدموا استقالتهما كأعضاء رسميين أو مستشارين على غرار محمد العماري وعمر حميدان. ويأتي هذا القرار بعد مرور يوم واحد فقط على لقاء جمع أعضاء من المؤتمر بالمبعوث الأممي برناردينو ليون في اسطنبول. اجتماع أكد فيه ليون أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي سيكون بحلول 20 سبتمبر الجاري، مضيفا أن البدء في تطبيق هذا الاتفاق سيكون بحلول 20 أكتوبر القادم. ليون أوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي في 12 يوليو الماضي في مدينة صخيرات المغربية هو مجرد جزء من العملية السياسية بكاملها، داعيا المؤتمر الوطني العام إلى مواصلة المشاورات وتقديم مختلف وجهات النظر لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن. أشجع المؤتمر الوطني العام وأشجع جميع الليبيين على الانخراط في الحوار وعرض وجهات نظرهم ومحاولة التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن. ويمكن أن نستخلص من هذا اللقاء أن الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع للتوصل إلى اتفاق نهائي. ومع تأكيد ليون أن التوقيع النهائي للاتفاق السياسي سيتم بعد الاتفاق على جميع العناصر من بينها الملاحق وأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية، قال مجلس النواب أنه اعتمد 12 اسما من مرشحيه لحكومة الوحدة، بالإضافة إلى ترشيح عنصر نسائي وثلاثة آخرين للمكونات يمثلون التبو والطوارق والأمازيغ سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. إذن أبدأ مع السيد الشح، يعني ما هي الدوافع سيد الشح التي شجعت المؤتمر على العودة للمشاركة في جولات الحوار السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر لم ينقطع عن الحوار السياسي كي يعود إليه. المؤتمر في الجولة الماضية كان سبب عدم حضوره هو أن فريقه لم يكن جاهزا بسبب استقالة عضوين منه، ولكنه في كل بياناته يعلن صراحة أن الحوار السياسي والحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية. بالتالي ذهاب فريق المؤتمر غدا بعد إعادة تشكيله اليوم برئاسة السيد عوض عبد الصادق أعتقد أنه أمر طبيعي جدا لجهة تتبنى الحوار والحل السياسي كمخرج للأزمة الليبية، وهذا لا يعتبر عودة بعد انقطاع. طيب سيد بلكور، يعني إذن كيف تعلقون أنتم على يعني التحاق المؤتمر المؤتمر للحوار مرة أخرى؟ مساء الخير لك أخي الكريم ولمتتبعي برنامجك على قناة ليبيا لكل الأحرار. الحقيقة نحن نتابع بعناية التحركات السياسية الأخيرة على المستوى الليبي وخاصة فيما يخص الحوار الوطني
نحن نثني على هذا الخطوه الايجابيه التي اتخذها المؤتمر الوطني نظرا لادراكه للمسؤوليه التاريخيه التي تقع على عاتق الجميع في هذه المرحله الحساسه ومرحله خطيره جدا. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان هناك العديد من الخيرين والوطنيين في المؤتمر الوطني الذين ما زالوا مستمرين في الحوار، لاننا نعي كثيرا وندرك انها لا مخرج للازمه الليبيه الا من خلال التوافق والحوار والاتفاق على تشكيل حكومه وحده وطنيه تستطيع ان تبسط سيطرتها على كافه الاراضي الليبيه، وبالتالي تستطيع ان توفر ما يطمح له الوطن والمواطن. طيب سيد البكوش، ما هي قراءتك للجولة القادمة من الحوار السياسي مع يعني الوفد، حضور الوفد المفاوض من قبل المؤتمر الوطني العام؟ أنا في تصوري أن ما سيحدث في الجولة القادمة هو استمرار لما حدث في الجولات السابقة. نحن جميعا نذكر ما حدث منذ أن صدرت المسودة الرابعة منذ 3 أشهر، وقدم المؤتمر الوطني اعتراضاته الأساسية عليها، ولم يتجاوب معها السيد ليون بأي صيغة يمكن تحديد معالمها. المؤتمر ذهب إلى جولات ولم يذهب إلى جولات، والسيد ليون مصر على المضي قدما في جدوله الزمني. وعلى هذا الأساس أعتقد أن عودة المؤتمر الوطني الآن إلى جولات الحوار يعتبر خطأ تكتيكيا كبيرا، وأن الآن بعد الذهاب إلى إسطنبول عاد وفد المؤتمر الوطني، وهناك مجموعة منه تقول بأن ليون لا زال يراوغ وكما هو في السابق، ومجموعة تقول نذهب وربما سيحدث شيء، وعلينا الآن أن ننتظر ما سيحدث في الجولة القادمة. نعم. وربما سنكون هنا لنعلق على أن المجتمع الدولي أو ليون ماضي في طريقه رغم أن في المؤتمر الوطني. نعم. طيب إذن سيد الشح، كما أضاف أو كما قال سيد البكوش بأن حضور المؤتمر الوطني العام للجلسة القادمة هو يعني خطأ تكتيكي. أعتقد أن من يتبنى الحل السياسي كمخرج من هذه الأزمة يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي ويحاول حتى آخر لحظة للوصول إلى هذا الحل السياسي، ولا تلصق به تهمة المعطل أو تهمة المتراجع عن هذا المبدأ الذي أطلقه في كل بياناته. المؤتمر الوطني أعتقد أنه بإصراره على موقفه في تضمين ملاحظاته على الاتفاق السياسي سيصل إلى نتيجة، وإن لم تكن 100% فهي ستكون بنسبة معقولة، وأن أي اتفاق سياسي لا يوقع عليه أحد الأطراف الحاضرين لا يعتبر اتفاق، وإنما يعتبر توقيع من طرف واحد. ولكن الغياب يمكن أن يفسر بعدة تفسيرات، ومن الناحية التفاوضية ليست هناك أي مكاسب يمكن تحقيقها من خلال عدم الجلوس على الطاولة، لأن من سيجلس على الطاولة هو الأقدر على إثبات موقفه، على المحاججة، على محاولة خلق ضغط من خلال الأطراف المراقبة لهذه المفاوضات. ولكن الغياب، لا أفهم المغزى التكتيكي الذي يراد به تحصيل مكاسب سياسية بغياب حضور أي مفاوضات سياسية. نعم. طيب على صعيد آخر يعني سيد الشح، ما هي الأمور التي دفعت أعضاء المؤتمر إلى وضع ثقتهم في عوض عبد الصادق لرئاسة فريق المؤتمر في الحوار؟ المؤتمر صوت على تكليف السيد عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر على أن يكون هو رئيس الفريق وهو من يشكل الفريق. هذا تم من خلال تصويت داخل قاعة المؤتمر، بالتالي هو قرار للمؤتمر الوطني العام ولم يكن بتزكية من أحد أو بتكليف مباشر من أحد. هذا تم بالإجراء المتفق عليه في اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام. طيب إذن هل سيسافر الفريق الخميس إلى سويسرا للالتحاق بالوفود المشاركة؟
نعم، سيسافر لسويسرا للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات السياسية، وليس الالتحاق بأطراف أخرى، وإنما للجلوس كطرف رئيسي أمام الطرف الآخر الممثل لبرلمان طبرق في هذه المفاوضات. طيب سيد بلكور، على حد علمك ما هي الأوراق التي سيقدمها فريقكم المفاوض في جنيف؟ لما استمع إلى سؤالك جيدا أخي، سألتك ما هي الأوراق التي سيقدمها فريقكم المفاوض في جنيف؟ إن كنت فهمت السؤال فإن فريقنا قد غادر اليوم من طبرق إلى تونس، وأعتقد أنه غدا سوف يتوجه إلى جنيف. طبعا حمل الفريق المفاوض قائمة لبعض الشخصيات التي رشحت من قبل مجلس النواب لتشارك في حكومة الوفاق الوطني، في رئاسة وعضوية حكومة الوفاق الوطني. طبعا كما ذكر تقريركم فقد تم اعتماد 14 شخصية، من ضمنهم امرأة ومن ضمنهم عنصر على المكونات الثقافية الليبية. هذه الأسماء سوف تطرح للتفاوض من خلال لجنة الحوار، وسوف يجب أن يكون من يكون على رئاسة الحكومة يجب أن يلاقى القبول من كافة الأطراف الليبية، لأن كما ذكرت هذه حكومة وفاق وطني وهذه منبثقة عن حوار، والحوار كما تعلم أنه مجموعة. نعم، إذا هل هناك ملفات أخرى أيضا يعني اللي سيتم مناقشتها من خلال يعني وفد النواب؟ في الحقيقة هو من فيما يخص مجلس النواب تم التوقيع على الأحرف الأولى من طرفنا، وبالتالي فيما يخص المفوضة لا أعتقد أن هناك أي شيء بخصوص المفوضة. طبعا بعد أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى هناك مجموعة من الملاحق يجب أن تناقش، من ضمن هذه الملاحق اللي هي قائمة بأسماء رئيس ونائبي الحكومة، فهذا ملحق مهم جدا. أيضا هناك الملاحق الخاصة بأوليات عمل الحكومة والمقترحات الخاصة بتعديل الإعلان الدستوري، أيضا آلية اختيار أعضاء مجلس الدولة وتنظيم عمله. طبعا هذه أيضا مطروحة، قد تكون مطروحة للنقاش خلال هذه الجولة، ولكن الموضوع المهم والذي تركز عليه كافة الأنظار هو الملحق الأول وهو رئيس الحكومة ونائبيه، هذا هو أعتقد أهم موضوع في هذه الجولة. طيب إذا سيد البكوش، هل من المتوقع أن يشهد المسار التفاوضي للمؤتمر أي تغيير مع قدوم عوض عبد الصادق؟ لا أعتقد ذلك، ولكن يجب أن نعلق أن عدم الذهاب إلى هذه الجولة ليس كما ربما يريد الإيحاء السيد الشح بأنه اعتراض على مسار المفاوضات أو الوصول إلى حل سلمي، وأرضى بالسيد الشح أن يتبنى نفس الدفع الذي كان يقوم به الطرف الآخر. القضية يا سيدي لو عدنا قليلا إلى الوراء ليس بعيدا، ولكن عندما أصدر السيد ليون مسودته الرابعة واعترض المؤتمر لم يقدم السيد ليون أي شيء، ومن ثم لم يذهب المؤتمر إلى الصخيرات، وعقد السيد ليون حفلا ووقع على الاتفاق بعدم حضور المؤتمر، ومن ثم لم يذهب المؤتمر إلى الصخيرات وأقنع المؤتمر بالذهاب إلى جنيف، وذهب المؤتمر إلى جنيف ولم يحدث شيء، والآن ذهب المؤتمر إلى إسطنبول ولم يحدث شيء. الفريق الآخر كما قال السيد بلكور ذاهب إلى هناك لتقديم أسماء مرشحيه، هل تعتقد بأن خلال يومين البرلمان يقدم مرشحيه والمستقلين يقدمون مرشحيهم ومجالس البلديات تقدم مرشحيها والأحزاب تقدم مرشحيها، والسيد ليون سيتحدث مع المؤتمر حول اعتراضاته الجوهرية؟ أعتقد أن هذه الآمال لا يدعمها الواقع والخبرة على مدى الثلاث أشهر الماضية، وأنا أريد أن أسأل ما الذي يدعو الأطراف التي تقول لنذهب إلى جنيف إلى هذا الأمل؟ ربما نحن لا ندري شيئا، وربما يمكنهم أن يقنعنا بذلك. طيب سيد الشح، يعني وفد المؤتمر كما أشرت أنه سيذهب
يعني هو سيناقش بخصوص التعديلات في المسودة الأخيرة، ولكن الأطراف الأخرى سواء كان المستقلين وحتى مجلس النواب سيناقشون الآن في خصوص ترشيحات الحكومة، حكومة الوفاق الوطني، كيف تقرأ ذلك؟ لا أريد هنا التركيز على التفاصيل، على أخي صلاح لم يطلع عليها، ولكن الوفد الذي ذهب إلى اسطنبول وناقش ليون وكانت جلسة عاصفة وطرحت فيها كل الأفكار وأخذت من الشد والجذب إلى درجة أن ليون قالها صراحة وأمام كل السفراء الغربيين والدول الأخرى الحاضرين لهذا الاجتماع أنه توصل إلى صياغة لست ملاحظات من ضمن التسع ملاحظات التي طالب بتضمينها المؤتمر، وأنه سيطرحها في أول اللقاء في جنيف مع فريق المؤتمر الجديد. هذا ما قاله ليون في اسطنبول بغض النظر عن التفاصيل الأخرى التي أخذت من الوقت الكثير، ولكن هناك أشياء أساسية وهناك قاعدة ينطلق منها المؤتمر في المفاوضات، والوفد الذي عاد اليوم قام بتقديم شرح لكل ما دار في جلسة المساء في المؤتمر الوطني العام، ولذلك قرر المؤتمر تكليف السيد عوض عبد الصادق بتشكيل الفريق والذهاب غدا وفي أجندة المؤتمر مناقشة هذه الأفكار في صياغة الست ملاحظات ومناقشة الثلاث ملاحظات الأخرى. بالتالي هناك تعامل إيجابي مع هذه الملاحظات بغض النظر عن النتيجة النهائية، إن كان هناك فعلا تضمين حقيقي مقنع يدحض كل الشكوك أو إن كان هناك تلفيق يقوم به المبعوث، هذا سيظهر من خلال الجلسة الغد وبعد الغد. بالتالي أعتقد أن حتى في طرح عملية جدول الزمني للسيد ليون خلال الجلسة الماضية في جلسة الأسماء المرشحة، لكن القرار النهائي سيتخذ في جلسة الصخيرات يوم 10 سبتمبر الحالي. بالتالي لا زالت المفاوضات مستمرة، وكما يعلم الجميع أن المفاوضات السياسية ترتفع فيها سقف التوقعات وتنخفض حسب المعطيات وحسب الظروف، وكل الجداول الزمنية التي تطرح بشكل مسبق قد لا تكون واقعية مع تمنينا بانتهاء هذه الأزمة في أقرب الآجال بشكل متزن سياسيا يضمن الاستقرار فيما بعد، ولكن هناك ظروف قد تتخلل وقد تمنع الجدول الزمني من التحقيق حسب ما طرحه المبعوث. المبعوث فعلا تعامل في ظروف كثيرة بشكل غير حيادي، بشكل أطال من مدة هذه المفاوضات، ولكن أعتقد أنه مجبر في نهاية المطاف بأن يتعاطى مع كل الأطراف لكي يسمى هذا توافقا سياسيا واتفاقا بين كافة الأطراف. طيب سيد بلكور، المؤتمر ما زال يفاوض من أجل تعديل جوهر مسودة الاتفاق وليس تضمين تعديلاته في المرافق، هل هذا الأمر ممكن حسب وجهة نظركم في مجلس النواب؟ الحقيقة أخي الكريم نستطيع أن نقول أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. نحن نعلم أن المؤتمر الوطني متأخر خطوة فيما يخص جولات الحوار، نحن الآن في طور الملاحق والمؤتمر الوطني ما زال يطالب بتعديل في المسودة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من كافة الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني. الكل يعلم أن الحوار يعني هو عبارة عن مجموعة من الجولات ولن تستطيع يستطيع أن تحصل على كل شيء، بمعنى أن أي فريق من المشاركين في الحوار لن يتحصل على 100% من مطالبه. أنا يعني نستطيع أن أقول أن من يتبنى الحل السياسي يعني يدرك أنه لا بد من تقديم بعض التنازلات، لأن هذا هو الحوار وهكذا يتطور الحوار. وبالتالي أنا أعتقد بمقدور المؤتمر الوطني أن يحصل على بعض ما يطلبه من خلال الملاحق، لأن الملاحق هي جزء لا يتجزأ من 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 المسودة في الحوار، وأعتقد أنها ركائز أساسية في الحوار. على سبيل المثال أولويات الحكومة، آلية عمل مجلس الدولة، قائمة تشكيلة الحكومة، التعديلات الغير دستوري، هذه كلها مكملة للنقاط الأساسية والجوهرية في مسودة الاتفاق. وبالتالي أعتقد
من أعضاء المؤتمر أن يدركوا المرحلة التي تمر بها ليبيا وهذا الخطر المحدق بها، وأن وضع البلاد لم يعد يستحمل يعني ما تعانيه البلاد الآن، ولابد من اللحاق بجولة الملاحق ودراستها دراسة مستفيضة وتقديم بعض التنازلات كما قدم مجلس النواب العديد من التنازلات أيضا حتى يمكن العبور البلاد من هذه المرحلة الحالكة التي تعانيها في هذه الفترات الصعبة. طيب سيد البكوش، كيف تتبعت اللقاء الذي جمع أعضاء من المؤتمر بليون في إسطنبول؟ هل هناك ربما تفاصيل يعني ساعدت المؤتمر على اتخاذ قراره يعني الالتحاق بهذه الجولة؟ التفاصيل ما حدث في ذلك اللقاء، التفاصيل وكل ما قاله أعضاء المؤتمر بمختلف مشاربهم وما قاله ليون وما قالته ديبرا جونز، هذا كله معروف منذ ساعات، منذ أمس، لا جديد في ذلك. خلينا نقول حاجة أنا دائما وقلتها على برنامجكم منذ أسبوعين، أنا معجب جدا بتفاؤل السيد أشرف الشح، ولكن ألم يذهب المؤتمر الوطني إلى جنيف منذ أسبوعين قبل الجولة الأخيرة لمناقشة تحفظاته على المسودة؟ ماذا حدث؟ لا شيء. ليشرح لنا السيد الشح ما هي نتيجة ذهاب المؤتمر لجنيف منذ أسبوعين. الشيء الثاني للسيد بلكور، وأن تأتي متأخرا أحسن من أن لا تأتي أبدا، البرلمان تحصل على شيئين رئيسيين ولم يعترض عليهما المؤتمر، وليس ضمن اعتراضات المؤتمر التي قدمها للسيد ليون، وهي أن الجميع والمؤتمر أعتقد موافق على ذلك أن البرلمان طبرق هو السلطة التشريعية، وثاني شيء مدد لهذه السلطة لمدة سنة أو سنتين، فلماذا هذه المماطلة في تضمين اعتراضات المؤتمر الوطني على المسودة؟ البرلمان وأعضاؤه تحصلوا على اعتراف بشرعيتهم الوحيدة والتمديد لهم، فما هي المشكلة الآن؟ لماذا هذه المماطلة المؤتمر الوطني؟ ولماذا هذا ما أسميه بالتخاذل الكبير من قبل بعض أعضاء المؤتمر؟ إذن أنقل تساؤلاتك سيد البكوش للسيد الشح. سيد الشح، تابعت ما تفضل به سيد البكوش، يعني ما هو الجديد الذي يمكن أن يخرج به المؤتمر في خلال لقائه بجنيف القادم؟ العبرة بالخواتيم سيدي، هناك في كل جولة أخذ ورد وهناك تقدم وتأخر، لا ينكر أحد أن ما حدث في الجولات السابقة كان يرتفع فيه السقف قليلا، الكل يذكر عندما صدرت المسودة الثالثة والتي كانت منحازة بشكل كامل للبرلمان ومن ثم تم تغييرها بشكل إيجابي مع تحفظ على العديد من النقاط فيها، وبعدها تم تعديل هذه المسودة الرابعة في نقاط جوهرية ورئيسية، وهذا ما دفع المؤتمر لعدم التوقيع عليها بسبب أنها لازالت تحتاج للعمل لكي تصل إلى مستوى التوافق السياسي المطلوب الذي يحقق الاستقرار فيما بعد. عندما طالب المؤتمر خلال تلك الجولات بتضمين ملاحظاته كان هناك محاولة لفرض الأمر الواقع بفرض عملية التوقيع بالأحرف الأولى، ولكنها لم تجدي نفعا. السيد ليون عندما جهز لعملية التوقيع بالأحرف الأولى هو يعلم تماما أن لا قيمة قانونية لهذا التوقيع، وإنما هو استعراض وعملية سياسية، عملية ضغط سياسي لإرغام المؤتمر وجعله يظن أن المركب ستفوته إن لم يلحق بها، وكأننا في مجال تقاسم سلطة وفي مجال منازعة بين طرفين لأجل الحصول على أكبر حصة من الكعكة، وهذا غير حقيقي. طيب إذن يعني سيد الشيخ، حتى يكون الحديث أكثر منطقية، يعني هل تلقى المؤتمر تطمينات من ليون بأخذ تعديلاته بعين الاعتبار؟ أكرر قلتها منذ لحظات أن في جلسة الأمس قالها صراحة بأنه وجد صياغة لتضمين 6 ملاحظات من 9 ملاحظات التي قدمها المؤتمر، وسوف يطلع فريق الحوار
قبل الدخول في عملية الحكومة ومرشحي الأطراف الأخرى أنه سيطلع الفريق على هذه الست تضمينات كيف وجد لها الصياغة، وسيناقش معهم الثلاثة الأخرى لإيجاد حل. فهذه تعتبر خطوة، ليس من مبرر عدم المشاركة وعدم الضغط في اتجاه تضمين هذه الملاحظات بدعوى أنه يجب أن يقدمها قبل ذهاب المؤتمر. ما دام ليون صرح بها بالأمس وأمام كل السفراء الحاضرين لهذا الاجتماع، فيجب على المؤتمر أن يتعاطى مع هذا الموقف ويرى، وليس مجبرا للتوقيع على شيء غير قابل للتوقيع عليه، لا يحقق التوافق السياسي، هذا طبعا مرفوض أن يتم التوقيع عليه، ولكن أن نستمر ونحاول ونطالب بوجهة نظرنا هذا أمر مقبول وأمر معقول وأمر يلقى دعما حتى من الدول التي تدعم مسار الحوار السياسي. طيب. سيد بلكور، حدثنا عن الأسماء التي رشحها مجلس النواب لشغل مناصب في حكومة الوحدة القادمة. الحقيقة أخي سليم، تقدمت العديد من الأسماء، وهناك من دفع بها من قبل بعض الأعضاء ومن قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني لتولي مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في هذه البلاد. طبعا تم مناقشة خلال أعتقد العشر أيام الأخيرة هذه الأسماء وهذه الشخصيات والآلية التي سوف تتبع في ترشيح بعض الشخصيات وعددها أيضا. اختلفت وجهات النظر في هذا الخصوص، وتم الاتفاق على أن يرشح مجلس النواب شخصيتين فقط، شخصية قد تكون رئيس للحكومة وشخصية أخرى ترشح لأحد نائبي رئيس الحكومة. ولكن حدث اعتراض كبير من بعض أعضاء مجلس النواب الذين يدركون خطورة المرحلة وأن هذه الحكومة هي حكومة توافق وطني بامتياز، وبالتالي لابد من إعطاء مرونة للجنة الحوار في تقديم العديد من الشخصيات، لأنه كما ذكرت أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وبالتالي لابد من توافق العديد من الأطراف الأخرى على الأسماء التي يتم الدفع بها. هذا ما جعلنا نرفع من العدد الذي قمنا باختياره من عدد الشخصيات حتى وصلنا إلى 12 شخصية، وتم إضافة شخصية من تمثل المرأة وشخصية أخرى تمثل المكونات الثقافية اللي هي الأمازيغ والتب والطوارق، فوصل العدد إلى 14 شخصية. هذه الشخصيات تم إحالتها، وسوف تكون هناك مرونة للجنة الحوار إذا لم يتم التوافق على هذه الشخصية هناك شخصية أخرى، وبالتالي يكون بمقدور لجنة الحوار سرعة التوصل إلى الأسماء التي تلاقي قبول عام وتقبل من الأطراف الأخرى أيضا، وتكون لها القدرة والكفاءة العلمية والعملية، وتكون لها يعني القدرة على قيادة هذه المرحلة التاريخية والمرحلة الهامة. طبعا على سعيد الأسماء بإمكاني أن أذكرهم، وأعتقد أنها يعني معروفة ووزعت من خلال وسائل الإعلام، هم السيد عثمان البصير والسيد ضوء بوضايا والسيد العارف النايب والسيد عبد السلام عبد الجليل، السيد فتحي المجبري والسيد أبو بكر بعيرة والسيد محمد المفي والسيد جد الله عزوز الطلحي، السيد عبد الرحمن شيقم والسيد مصطفى الهوني والسيد نبيل غدامسي والسيد نبيل عبيد والأستاذ أمال الحاج والأستاذ محمد الرومضي. هذه هي الأسماء التي ذهب بها اليوم وفد مجلس النواب إلى جنيف غدا إن شاء الله. طيب سيد البكوش، ما تعليقك على الأسماء التي رشحها مجلس النواب؟ أوكي، دعني أسألك أولا، هل ستكون لنا عودة لهذا الموضوع أو نحط اللي عندي توه؟ عن أي موضوع تفضل سيد البكوش، ولكن دعنا في سياق الحديث أيضا. موضوع الوزارة، أنا خلينا نقول لك، مع اعترافنا في ظل أن المؤتمر الوطني عبارة عن جسم به أشخاص نزلوا إلى انتخابات وتحصلوا على أصوات، والبرلمان جسم منتخب أعضاءه دخلوا انتخابات وتحصلوا على أصوات، ولكن ما هو دور الأحزاب عندما نأتي إلى العدالة والبناء والتحالف؟ هذو لديهم أعضاء في كلا الجسمين، فلماذا نشاورهم مرة أخرى؟ البلديات المشتركة في هذه القضية لديهم ممثلين في المؤتمر الوطني وفي البرلمان، وعلى هذا الأساس يجب أن نسأل،
يعني الآن يجب أن نسأل من يختار يقدم، من له الحق في تقديم مرشحين ومن سيختارهم؟ الآن باين عليها القضية مفتوحة. وعندما نأتي إلى الأسماء التي طرحها البرلمان، للأسف الشديد هذا المجلس النواب الذي يعتبر مجلس نواب فرضيا، مجلس نواب للدولة الليبية، يلجأ إلى أن ممثلي الغرب يقدموا مرشحين، وممثلي الشرق يقدموا مرشحين، وممثلي الجنوب يقدموا مرشحين. هذا شيء مؤسف للغاية ولا يدل على نضوج. طيب إذا سيد البلكور، ما تعليقك؟ في الحقيقة أنت تعرف أن مسودة الاتفاق يعني أحد في من ضمن شروط الحكومة أنها يجب أن تراعى البعد الجغرافي وتراعى المكونات وتراعى المرأة في تشكيل هذه الحكومة. وبالتالي يجب أن أكون معك صادقا أن هذا القرار وصل، يعني أنت تعلم أن الحوار يجب أن يكون إلى حد ما بالتوافق بين كافة الأطراف. نحن هذه الأشخاص هي لم تكلف بالحكومة وإنما رشحت ليتم التوافق عليها من قبل لجنة الحوار. وذكر السيد البكوش أن ما علاقة بعض الأجسام مثل الأحزاب السياسية ومثل البلديات. طبعا هذه الحكومة كما ذكرت هي حكومة وفاق وطني، وبالتالي لابد أن تلاقى قبول من كافة الأطراف. على سبيل المثال بلدية طرابلس إن لم تقبل حكومة تعمل في طرابلس فقد لا تتمكن هذه الحكومة من ممارسة أعمالها. أيضا بعض البلديات التي دعنا نعترف لها مجالس عسكرية قوية مثل بلدية الزنتان وبلدية مصراتة، هذه لابد أن تلعب دور أساسي وتشارك في هذا الحوار، لأن كما ذكرت هذا هو حوار سياسي وهو اتفاق سياسي يجب أن يلقى بقبول كافة الأطراف. هناك بعض الأحزاب الهامة والتي قد تمتلك أيضا أذرع عسكرية وأجنحة عسكرية، حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية وبعض الأحزاب الأخرى، هذه طبعا تؤثر كثيرا في المشهد الليبي. وبالتالي أعتقد من حكمة السيد ديون ومن خلال بعثة الأمم المتحدة كانت أوراق أنه لا بد من إشراك كل هذه الأطراف في الحوار الليبي، وأيضا من ضمن الحوار هو تشكيل الحكومة والمشاركة في هذه الحكومة. هذا من ناحية. من ناحية الأسماء، نحن قدمنا 14 شخصية وقد نحتاج إلى شخصية أو اثنتين أو ثلاثة وهو الرئيس والنائبين. وبالتالي بإمكان فريق الحوار ولجنة الحوار أن تختار من هذه الأسماء، وهذه الأسماء مثلت من كافة التراب الليبي. طيب ولكن سيد بلكور، يعني أنتم اعتمدتم في مجلس النواب فيما يبدو يعني نظام المحاصصة، يعني مرشحين من الغرب ومرشحين من الجنوب ومرشحين من الشرق. يعني سيد البكوش علق على هذه النقطة، ما ردك أنت؟ كما ذكرت لك مسودة الاتفاق تقول بأن الحكومة يجب أن تمثل أو تراعى البعد الجغرافي وتراعى المكونات والمرأة، وبالتالي هذا ما اتبعه مجلس النواب. مجلس النواب بعث بعض الشخصيات من الغرب والشرق والجنوب، وأعتقد أن أهل الغرب هم أدرى بمرشحيهم في المنطقة الغربية. صحيح أن هذا القرار أخذ بالتوافق، ولكن هذا لا يعني أنه تم تقاسم هذه المناصب، لأن كما تعلم أن المناصب قليلة جدا والترشيحات أعطيت بحيث تعطى مرونة لفريق الحوار. يعني هذا ما تم بهذا الخصوص. نعم. طيب سيد الشح، هل ناقش المؤتمر أسماء معينة لتولي حقائب في حكومة الوحدة القادمة؟ لا، حتى هذه اللحظة لم يتم طرح هذا الموضوع على الطاولة، لأن الموضوع الرئيسي هو خلق الأساس الذي يمكن به تشكيل الحكومة وهو الاتفاق السياسي، لأنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي متوازن قد لا يخدم تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع الأداء وإخراج ليبيا من هذا المأزق. أعتقد أن المؤتمر في جولة الغد إن توصل إلى نقاط التقاء وتضمين حقيقي للملاحظات بشكل يبعد كل الشكوك، أعتقد أن الأسبوع القادم سيشهد ترشيحات المؤتمر. وكما أعلن المبعوث أن هذه الجلسة ستكون لقبول هذه الترشيحات، ولكن جلسة الإعلان عن التوافق عن الأسماء ستكون في الصخيرات بعد أسبوع تقريبا. طيب إذن سيد البكوش، برأيك ما هو سبب تأخر المؤتمر في ترشيح أسماء للحكومة التوافقية؟ لأن المؤتمر، هذه أحد الأشياء الإيجابية
من المؤتمر والتي بدأت تصبح نادرة، وهي أن الجميع يريد أن يذهب إلى الوجبة الرئيسية، الجميع يريد أن يتكلم عن رئيس وزارة والنائبين، وبلكن حصلوا وزير هنا، بلكن حصلوا وكيل هنا، وكأن مشكلة ليبيا هي هذه. ولكن عود على السيد كلام السيد بلكور، يعني البلديات في ليبيا ما فيش إلا ثلاث بلديات، لماذا تعطى ثلاثة أو أربع بلديات بس؟ أين هي بلدية الزاوية؟ أين هي بلدية سوق الجمعة؟ أين هي بلدية بنغازي؟ بلدية تجورة؟ بلدية سبها؟ وينهم هادو؟ الخمس صليت كانوا ما همش بندمية هادو ولا شنو؟ والأحزاب، يعني كيف تنادي أحزاب اللي عندها أعضاء داخل المؤتمر وداخل البرلمان لا تحضر، ولكن أحزاب لم تدخل ولا انتخاب حتى انتخاب مجلس بلدي تحضر، وشخصياتها تتكلم على الإعلام، وأحزاب لم تتحصل على مقعد واحد في مؤتمر أو مجلس النواب رفضها الناخبين وهي موجودة ولها الحق في مناقشة من هو رئيس حكومة الوفاق ومن هم الوزراء ومن هم يعني عملية فيها اختلال كبير، ويجب أن يتضح هذا للمشاهدين. نعم، طيب أنقل تساؤلك إلى سيد بلكور. يا سيد بلكور، أيضا هل القائمة التي كشفتم عنها هي أولية أم نهائية للأسماء المرشحة؟ سيد الفاضل، أعتقد أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من مسودة الاتفاق تقول بأنه تولي حكومة الوفاق الوطني لاعتبار الواجب للبعد الجغرافي والمكونات الثقافية والتمثيل العادل للمرأة والشباب عند اختيار أعضائها. هذا فيما يخص البعد الجغرافي. هذه القائمة هي قائمة أعتقد أنها نهائية، بحيث أنها عدت رسالة موجهة إلى المبعوث الدولي للأمم المتحدة في ليبيا. هذه الرسالة احتوت على هذه الأسماء، وأن هذه الأسماء هم مرشحين مجلس النواب لرئاسة الحكومة ولنائبي رئاسة الحكومة. يختار منها فريق الحوار أو لجنة الحوار بعض هذه الشخصيات كما ذكرت، حتى تكون هناك مرونة لهذا الفريق، بحيث أنه لو رشحنا شخصية واحدة أو شخصيتين قد يعترض عليها من الطرف الثاني، وبالتالي نحتاج إلى جولة أخرى من جولات الحوار، وبالتالي نحن وفرنا الوقت والجهد وحلنا مجموعة من الأسماء بإمكان الاختيار من ضمنها من يكون متوافق عليه في الطرف الآخر. لأن سوف أعرج على كلام السيد البكوش لما يخص البلديات، أعتقد أن الأمم المتحدة راعت بعض المجالس البلدية التي تلعب دور أساسي في المشكلة الذي حصل الآن. أنت تعلم أن القوة العسكرية موجودة، أستطيع أن أقول بين مدينة زنتان ومدينة مصراتة وبعض المدن الأخرى مثل الزاوية وطرابلس، هذه هي العنصر الأساسي في العملية الآن. أيضا الأحزاب السياسية تتمثل في العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية وبعض الأحزاب القليلة الأخرى، هذا هو الأحزاب اللاعب الأساسي في العملية السياسية. نحن نخوض حوار وطني، وبالتالي يجب أن نقتنع بأن هذه المتغيرات هي متغيرات أساسية وهي متغيرات فاعلة على الأرض، وهي تؤثر كثيرا في العملية السياسية والعملية العسكرية أيضا، وبالتالي لابد أن يتم أخذها في الاعتبار. طيب برأيك هذه الأسماء التي أشرت إليها، من رشحها؟ هل الأعضاء أم الرئاسة؟ الحقيقة هناك اختلاف في هذه الأسماء. هناك من تم الدفع بها من قبل بعض الأعضاء، هناك من تم الدفع بها من ضمن بعض أساس المجتمع المدني، هناك من قام بترشيح نفسه ورأى في نفسه الشفاه بأنه يكون قادر، وبالتالي تم تقديم هذه الأسماء إلى مقرر مجلس النواب، ومن ثم تم التوافق عليها كما هو معلوم إقليميا، وتم الاتفاق، يعني هذه الأسماء أخذت بالتوافق وتم إحالتها إلى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا. طيب سيد الشح، إذن كيف تنظرون إلى الآليات التي تحدث عنها مجلس النواب في ترشيح أسماء لحكومة الوحدة؟ الحقيقة عند الكلام عن نتيجة هذه المفاوضات السياسية، ومن أهم نتائجها هو تشكيل حكومة تستطيع التعامل مع الوضع الكارثي في ليبيا، تتم بهذه الطريقة بطريقة منطقية، بطريقة ترشيحات شخصية دون النظر إلى القدرات التي يتمتع بها هؤلاء المرشحين للتعاطي مع هذه المرحلة. هذه مرحلة حساسة، ومرحلة تأتي بعد اشتباك عسكري، وبعد قتل الليبيين، وبعد تدخلات خارجية. يؤتى ببعض الأسماء
بطريقة المكاسب الحقيقة، وليس بطريقة تحمل المسؤولية الوطنية في إخراج ليبيا من هذه الأزمة وإعادة بناء الثقة بين كافة أبناء الشعب الليبي. أعتقد أن بعض الأسماء الهدف منها زيادة الاحتقان نظرا لما ارتكبته من في خلال الفترة الماضية، سواء كانت سياسية أو كان لها بعض النشاط حتى على المستوى العسكري بتوفير السلاح للمجرم الانقلابي خليفة حفتر. أعتقد أن الطريقة التي تعامل بها الإخوة في طبرق طريقة لا تخدم مصلحة البلد، لا تخدم الوصول إلى الاستقرار المنشود بعد كل هذه الدماء في ليبيا، بعد كل هذه الفوضى. أعتقد أن الطريقة طريقة الوصول إلى مكاسب وتحقيق مكاسب لبعض الأطياف وبعض الأحزاب السياسية لا غير. طيب سيد البكوش، طريقة الترشيح حسب ما أشار سيد بلكور أنها طريقة فيما يبدو طريقة مفتوحة، هناك من رشح نفسه، هناك من تم ترشيحه من مؤسسات المجتمع المدني، وهناك من الرئاسة، وهناك من الأعضاء. ما تعليقك؟ أنا أولا أتفق مع السيد الشح في تحليله لهذه الأسماء، وأضيف أن السيد بلكور الذي يبدو الذي أعتقد أنه على قدر كبير من رجاحة العقل يعرف بأن رئاسة مجلس الوزراء ونوابه الاثنين في هذه الحالة التي تمر بها ليبيا مهمة صعبة وصعبة إلى الغاية. وعلى هذا الأساس لا أعتقد أن أي رئيس وزراء أو نائبين أو وزراء يجب أن يأتوا إلى هذه المناصب بأي حمل آخر، لأنه سيلقى عليهم حمل كبير. وعلى هذا الأساس يعني لما جيت رشح لي شلقم والله أسماء أخرى كانت رئيس لجنة شعبية والله كذا، يعني هل هذه جدية؟ يعني القصة يعني يبدو أنها مجرد محاولة لكسر العظم ومحاولة لتسجيل نقاط واختبار بعض المفاهيم، ومنها اختبار هل نجحنا في إلغاء قانون العزل السياسي والنزاهة وما إلى ذلك، ويمكن تسجيل هذه النقطة عن طريق ترشيح شلقم أو جد الله عزوز الطلحي أو أسماء أخرى. يعني إذا كان بنتعامل بجدية مع هذا الوضع خلينا نقدمه من الأول وخلينا نجوه من الأخير ونقدموا. طيب. ناس يمكن. طيب. يعني لديهم فرصة كبيرة أن يتفق عليهم وليس أسماء يعني جدلية منذ البداية. طيب سيد بلكور، أترك لك مجال الرد على أن ندخل في المحور الثالث والأخير بعجالة. سيد الفاضل، الملحق الأول المضمن من ضمن منظومة الاتفاق هي أولا رئيس الحكومة، وثانيا نائبين لرئيس الحكومة، ثلاث شخصيات فقط هم من نحتاجه في هذا الملحق. نحن من مجلس النواب قدمنا 12 شخصية بالإضافة إلى ممثل عن المرأة وممثل عن المكونات الثقافية، بمعنى 14 شخصية. قد يتقدم الطرف الآخر أيضا ب 14 شخصية أو 10 شخصيات. أيضا المؤسسات المجتمع المدني قد تتقدم ببعض الشخصيات، وبالتالي من الممكن أن يكون شخصية واحدة من هذه 14 شخصية موجودة في الحكومة، كأن تكون رئيس أو تكون نائب. نحن وضعنا هذه الشخصيات حتى نستطيع أن نصل إلى التوافق داخل مجلس النواب أولا، ثانيا حتى نعطي مرونة للجنة الحوار، لأنه يا أخي إن لم تكن مقطع لعبد الرحمن شجع فلديك 13 شخصية أكثر منها. هذا هو الدافع الذي جعلنا. طيب وضحت الفكرة سيد بلكور في هذه النقطة، ولكن دعنا، ما رأيك أنت بخصوص أجندة ليون الزمنية للوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي؟ ما تعليقك في هذه النقطة سيد بلكور؟ في الحقيقة إذا ما تم تعاون كافة الأطراف مع السيد ليون في تجاوز هذه المحنة، فإنه بالمقدور البدء فعلا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال الالتزام بالجولات المستمرة في هذا الحوار والبدء في الاتفاق حول الملاحق، وخاصة الملحق الأول وهو ملحق اسم رئيس الحكومة ونائبيه. إذا ما تم التوافق بسرعة على هذه الأسماء،
فبالتأكيد سوف يتم تشكيل الحكومة، ومن الممكن أن تبدأ الحكومة عملها من طرابلس في خلال كما حدد السيد برناردينو وهو يوم 20 أكتوبر. يعني ما ذكره السيد برناردينو أن يوم 20 سبتمبر سوف يتم الإعلان عن هذه الحكومة، وسوف تباشر عملها يوم 20 أكتوبر، بمعنى أعطاها شهر حتى يتم اللي هو تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في مصادر الاتفاق، وبالتالي هذا يتوقف على تعاون الأطراف الليبية التي تمثل. نعم. إذا يتوقف ذلك على تعاون الأطراف الليبية، ولكن سيد الشح كيف تقرأ إصرار ليون على إنهاء مسار الحوار في هذا الشهر، وما مدى واقعية ذلك؟ هذا جانب أعتقد أنه يقع في إطار الضغط السياسي على كافة الأطراف وعدم إطالة الجدل حول كافة النقاط الموجودة في سواء في الاتفاق السياسي أو ملاحقه. ولكن من الناحية الواقعية كي نخرج باتفاق سياسي حقيقي يضمن تحقيق المستهدف منه، يجب أن يكون ذلك بشكل واقعي يحترم فيه مبدأ التوافق السياسي. أعتقد أن الإسراع في الوصول إلى هذا التوافق هذه مسؤولية وطنية يجب أن نحترمها، لأن الشعب الليبي اليوم يعاني في كل مناطق ليبيا، ويجب أن نرفع هذه المعاناة عن المواطنين الليبيين بأسرع ما يمكن، ولكن على أساس متزن، على أساس يضمن استقرار الحياة بعد الوصول إلى هذا الاتفاق، وليس على أساس الوصول إلى اتفاق هش يمكن أن تنفجر به الحالة بعد توقيعه كما حصل في عدة دول مثل اليمن على سبيل المثال. بالتالي أعتقد أن الجدول الزمني الذي طرحه السيد ليون إن استجاب للحد الأدنى للتوافق السياسي في الاتفاق السياسي المنتظر أعتقد أنه يمكن تحقيقه، ولكن إن لم يستجب فإنه عبارة عن عبث، ويجب أن على المبعوث أن يبحث عن استراتيجية أخرى للوصول إلى توافق حقيقي. طيب إذن سيد بكوش، في يوم 20 سبتمبر سيتم توقيع الاتفاق النهائي، ما رأيك؟ ما رأيي يجب أن نشير إلى أن 20 أكتوبر ليس موعدا اعتباطيا بالكامل، فهو بالصدفة إذا أردت أن تصدق ذلك هو موعد انتهاء ولاية البرلمان أو مجلس النواب. وعلى هذا الأساس السيد ليون بعد أن ضرب بعرض الحائط بقرار الدائرة الدستورية يجد أن إن وصلنا إلى 20 أكتوبر ولم نصل إلى اتفاق سينسف تماما الأساس الرئيسي لمحاولة المجتمع الدولي وليون الوصول إلى اتفاق، وهو الاعتماد على أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية في ليبيا، وبذلك تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة. وعلى هذا الأساس أعتقد أن جدول ليون لا يعتمد على أن معاناة الشعب الليبي أو ما إلى ذلك. السيد ليون ولايته تنتهي في هذا الشهر، وولاية البرلمان تنتهي في 20 أكتوبر، وعلى هذا الأساس يجب أن نعمل كموظفين عند السيد ليون ونعمل طبقا لجدول المناوبة الذي ارتضاه. طيب سيد بلكور، هل هناك موانع حقيقية لتحقيق أجندة ليون الزمنية، وما هو موقف مجلس النواب؟ في الحقيقة كما ذكرت يا أخي الكريم، مجلس النواب يتعاطى يعني بإيجابيا مع الحوار، لإدراكنا نحن كأعضاء مجلس النواب أن الحوار هو المخرج الأساسي للأزمة الليبية. أنت تعلم أن هذه الأزمة الآن لها أعتقد أكثر من سنة، يعني تجاوزت 14 شهر، وإلى الآن ما زال المواطن الليبي يعاني من الانقسام والتردي والحرب والقتل مازال مستمر. نحن كما ذكرت دائما ملتزمين بالحوار، وكل ما يطلب منا يقدم في وقته. نتمنى أيضا أن يستجيب المؤتمر الوطني ويدرس الحالة التي تمر بها البلاد، وبالتالي أنا كما ذكرت في تصوري إذا ما تم التعاطي والتجاوب من كل الأطراف فمن الممكن الوصول إلى اتفاق حتى بدون السيد ليون، ولكن السيد ليون هو يلعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، يقرب وجهات النظر حتى يمكن الوصول إلى توافق حقيقي يضمن تكوين حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على استعادة هيبة الدولة وعودة الأمن والأمان للمواطن الليبي في كل أرجاء هذه البلاد. طيب سيد الشح، ما مدى يعني إمكانية تحقيق ذلك في ظل الوضع الراهن؟
كما أسلفت أكرر، إن تم التعاطي بشكل جدي مع كل المعطيات التي تحقق الحد الأدنى من التوازن السياسي في هذا الاتفاق، فإنه من الممكن الوصول إلى حل خلال الفترة التي وضعها ليون، حتى بغض النظر عن ارتباطها بالمواعيد الأخرى، لأن الهدف الرئيسي من خلال كل بيانات المؤتمر هو الوصول إلى حل سياسي وليس عسكري لهذه الأزمة. بالتالي غدا في جلسة جنيف سيتم طرح ما قاله بالأمس بأنه وجد صياغة ست ملاحظات من ملاحظات المؤتمر، وسيناقش الثلاث ملاحظات الأخرى. إن قبل المؤتمر بهذا الإخراج الذي وضعه ليون والذي يضمن في الاتفاق السياسي بشكل يجعله اتفاقا متوازنا، فلما لا؟ أعتقد أن المؤتمر مستعجل أكثر من غيره للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية ورفع هذه المعاناة عن المواطنين الليبيين. هذا أعتقد مبدأ أساسي، وإن تم الوصول إليه بشكل متوازن كما أسلفت فإنه غاية الطموح. طيب سيد البكوش، طيب. إذن هل ترى أن هناك قابلية لتحقيق هذه الرؤية لليون لمسار الحوار ونؤكد في 20 أكتوبر؟ أعتقد أن إذا قلنا أن أطراف الحوار هي مجلس النواب والسيد ليون والمجموعة التي أتى بها إلى هذه الجولات، يمكن تحقيق ذلك، إذ أن هناك تضارب مصالح واضح في هذه العملية، وهي أن السيد ليون يريد أن يحقق نجاحا قبل انتهاء مهلته، ومجلس النواب لا يرى هناك أي حل آخر للتمديد له سوى عبر هذا الاتفاق، فهذا تضارب واضح في 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 المصالح. ولكن يجب ان ايضا نقول بان هذا التفاؤل بانه يمكن الوصول الى هكذا اتفاق يعترض مع حتى الذين ذهبوا الى اسطنبول ويدعون الى الذهاب الى جنيف، رفضوا ان يقولوا ما الذي يمكن ان نقوم به إذا رفض ليون في هذه الجولة القادمة التعامل بجدية وبطريقة محددة وواضحة مع اعتراضات المؤتمر الوطني، لأنهم ليسوا متأكدين أن ليون سيقوم بأي شيء جديد. نعم. طيب أختم معك سيد بلكور، هل لمستم أي تفاؤل بخصوص التوصل إلى التوافق السياسي من خلال الوفد الذي ذهب للنقاش وفي جلسة الغد؟ سيد الفاضل، يعلم الجميع أن هناك ضغط من المجتمع الدولي ومن كل الدول الصديقة والشقيقة بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، وكلنا يدرك ذلك. أعتقد أن المواطن أصبح يدرك أيضا، حتى نحن هنا في مجلس النواب، من كانوا معارضين للحوار، بعض الأعضاء كانوا معترضين على الحوار وأن لا حوار مع المؤتمر الوطني وأن لا حوار مع بعض الأطراف، أصبح الآن يدرك أن الحوار شيء أساسي وشيء مهم جدا لحل المشكلة الليبية، وذلك من خلال التقائهم ببعض أعضاء المجتمع الدولي. أعتقد أن الدعم العسكري والدعم المادي والدعم المعنوي يرفض المجتمع الدولي تقديمه إلى الليبيين ما لم تكن هناك حكومة تمثل كل الليبيين تبسط سلطتها على كافة الأراضي الليبية تستعيد لهيبة الدولة. وبالتالي نحن لدينا فعلا التفاؤل بأن هناك العديد من الخيرين والوطنيين والذين تهمهم مصلحة الوطن ولا تهمهم المصالح الشخصية. نعم. إذن أختم بهذه الجملة الأخيرة سيد بلكور، نظرا وقد أن الوقت قد أدركنا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور، وعبر سكايب مستشار فريق الحوار بالمؤتمر أشرف الشح، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش. تقبلوا تحياتي، دمتم في أمان الله ورعايته.